في تفاصيل اكتر ومحتاجين نتعرف اكتر على فريق النادي الاهلي والاستعداد لهذه المباراه، اذهب مباشره الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي في الاسكندريه مع الزميل العزيز فاروق صلاح عشان نتعرف منه على اخر الاخبار واخر المستجدات من داخل فندق الاقامه وقبل انعقاد المحاضره لبيت سموسيماني مع اللاعبين. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا محمد، ده كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مباراه في غايه الاهميه في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على درع الدوري وتحقيق البطوله رقم 43 للدوري المصري. مباراه الاهميه بتاعتها اكيد باين على ملامح اللاعبين، ما يبين على ملامح الجهاز الفني، لكن ان شاء الله كلنا ثقه في كل اللاعبين، ثقه في الجهاز الفني، ثقه في مستر بيتسي موسيماني لاختياره لل 11 لاعب اللي هيمثلوا النادي الاهلي في هذا اللقاء، وان شاء الله لاعبي النادي الاهلي قادرين النهارده لتحقيق الفوز والثلاث نقاط على فريق النادي الاسماعيلي باذن الله. طيب انا شايف في خلفيه الصوره معاك محمد اسامه اداري الفريق، نور عامل المهمات ومسؤول التعقيم، عدد من اللعيبه خلاص بيبداوا النزول دلوقتي. دي بدايه المحاضره، الاجواء عندك حاليا داخل فندق الاقامه وما تابعته بالنسبه لمعسكر الفريق منذ المساء حتى هذه اللحظه. يعني خليني اقول لك في البدايه محمد، ده طبعا عم نور المسؤول طبعا التعقيم في النادي الاهلي بيقوم بدور اكثر من رائع، انت عارف قبل المحاضره وانعقاد المحاضره بيقوم بتعقيم الغرف والاماكن للمحاضرات اللاعبين او ايضا غرف اللاعبين، كل الامور دي كلها بيقوم بيها النادي الاهلي، ودي طبقا لاجراءات النادي الاهلي متبعه في كل مكان، النادي الاهلي بيتبع هذه الامور. ايضا في هذه الاثناء يعني خلاص بيبدا توافد اللاعبين لحضور طبعا المحاضره اللي هي مستر بيتسو موسيماني بعقد مع اللاعبين المحاضره اللي فيها اخر التعليمات. يعني خليني اقول لك برضو قبل المحاضره كان مستر موسيماني قاعد في اجتماع بيتابع بعض الفيديوهات الخاصه بفريق النادي الاسماعيلي، جلسه تبع يعني جمعت ما بينه وما بين موسي ويوشا محلل الاداء للوقوف على كل كبيره وصغيره في نادي الاسماعيلي. طبعا مباراه مهمه جدا، مستر بيتسي موسيماني طالب اللاعبين عدم النظر تماما لمركز نادي الاسماعيلي وحث اللاعبين على اهميه الفوز في هذا اللقاء. فريق الاسماعيلي طبعا اللي بيحتل المركز الحادي عشر للدوري المصري، طالب اللاعبين باهميه المباراه وقال ان هي مباراه طبعا يعني لا تخضع لاي مقاييس، طالب اللاعبين ايضا ان اللاعبين تشيل الضغوط اللي عليها دون النظر طبعا لمباراه الخصم او المنافس نادي الزمالك، ركز في مباراه النادي الاهلي فقط، الفرصه بتاعتنا في ايدينا، احنا نفوز في مباراتنا فقط. وهو طالب ان هو يخفف الضغوط عن اللاعبين وطالب اللاعبين فقط بالتركيز في مباراه النادي الاهلي. عايز اقول لك ايضا دور كبير جدا بيقوم بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي مصوم مع اللاعبين والاعداد النفسي، انت عارف انت الوقت قصير محمد ما بين المباريات، كل يومين او كل 48 ساعه بيبقى في مباراه، يعني ما بتحاش انت يعني لا تعالج اخطاء او تصحح اخطاء بصوره كافيه، لكن بتبدا تشتغل على العامل النفسي، تخفف ترفع الضغوط عن اللاعبين، ودي تقدر تقول الامور اللي بنشوفها من لعيبه النادي الاهلي، كم الخبرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي في التعامل مع هذه المواقف. عايز اقول لك ايضا ان الملامح لعيبه النادي الاهلي النهارده واحنا موجودين معاهم في فندق الاقامه، يعني من بدايه اليوم كان اللاعبين تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 11 ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثالثة، يعني زي ما نقول في هذه الأثناء بتعقد المحاضرة الفنية، ثم هيكون التحرك إلى ملعب المباراة يكون في تمام الساعة 7:10 إلى استاد الإسكندرية اللي بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي يعني بمسافة 20 أو 25 دقيقة. تشوف ملامح لعيبة النادي الأهلي النهاردة محمد، أنت عارف خبرات لعيبة النادي الأهلي في التعامل مع هذه المباريات، عارفين قيمة المباراة، عارفين أهمية المباراة، اللعيبة كلها تركيز، ارتفاع الروح المعنوية بين اللاعبين. ايضا الجلسات اللي بتعقد ما بين اللاعبين الكبار في النادي الاهلي ودور محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وايمن اشرف واللاعبين الكبار ودورهم طبعا، وفي التحفيز اللي بيتم من اللاعبين اللي مش موجوده طبعا في قائمه المباراه، مثال وليد سليمان وسعد الدين سمير اللي على تواصل تام مع اللاعبين. انت عارف النادي الاهلي بيعاني من غيابات في هذه المباراه تمتد لاكثر من 10 لاعبين او 11 لاعب، النهارده طبعا بيعود طاهر محمد طاهر، لكن ان شاء الله يعني كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي. ايضا يا محمد يعني كان طبعا الاتحاد المصري كان اختار طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده الكابتن محمد الحنفي حكم الساحه، يعاونه سامي هلهل مساعد اول، شريف عبد الله مساعد الثاني، حكم الرابع هشام الفلال، اثنين على تقنيه الفيديو وتقنيه الفار بقياده الكابتن محمود عاشور ومحمود رضا. اطمنك يا محمد اخيرا على حاله لاعبي النادي الاهلي، التركيز اللي عند اللاعبين، ان شاء الله مباراه تكلل ان شاء الله بالثلاث نقاط للنادي الاهلي. انا ما
موجود معاك يا محمد، لو في اي استفسار او تساؤل بخصوص النادي الاهلي قبل يعني ما نقدر ننتقل او نتكلم على نادي الاسماعيلي اللي بالمناسبه يا محمد اللي بيقيم مع النادي الاهلي في نفس الفندق اللي بيقيم فيه النادي. كنت اسالك نفس السؤال يا فاروق، فعلا هل الاسماعيلي فعلا بيقيم في نفس الاوتيل؟ لان خاصه ان المكان اللي اختاره الاهلي ده في وسط مدينه الاسكندريه وحوالي 10 دقايق من مقر الاستاد، استاد الاسكندريه. والاجواء في الاسكندريه دلوقتي حاليا طبعا اجواء الصيف والمصيف لكل طبعا الشعب المصري، فكمان فكره انك تبقى موجود في اوتيل في وسط اسكندريه قريب من الاستاد، فكره كمان انك تعزل بقى الفريق عن الاجواء دي، وموجود كمان فريق الاسماعيلي، فالتنسيق الاداري للجزئيه دي برضو عايزين نشرحها للناس عشان تعرف في الناس اللي الكواليس مش متعلقه باستعداد فني بس، لا ده في امور لوجستيه مهمه جدا الجهاز الاداري كمان بيشتغل عليها. بالظبط يا محمد، انت عارف الامور اللي هي الشق الاداري في النادي الاهلي بيتم يعني بصوره اكثر من رائعه، بصوره احترافيه طبعا، بدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ مرورا بالطاقم الاداري مع النادي الاهلي، التنسيق لاختيار هذا المكان ان هو يكون مقر لاقامه فريق النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا محمد، هو بيبعد يعني في الوقت العادي تقدر تقول بيبعد حوالي 10 دقائق عن استاد الاسكندريه، لكن في ظل انت عارف بقى التوقيتات اللي احنا موجودين فيها وبعض الزحام او التكدس، يعني الطريق ممكن يستغرق من 20 ل 25 دقيقه. ايضا يا محمد عايز منك على درجه الحراره، يعني درجه الحراره في التوقيت اللي انا بكلمك فيه في الاسكندريه 29 درجه مئويه، في توقيت المباراه من المقرر ان درجه الحراره تكون 27 درجه مئويه. ايضا انت يا محمد مباراه في يعني 90 دقيقه تقدر تتكلم في اطار الروح الرياضيه، وجود فريق الاسماعيلي ووجود النادي الاهلي الاثنين في مقر الاقامه، الاثنين اتقابلوا تحت في يعني في ايضا في ريسبشن تحت اللاعبين سواء الاجهزه الفنيه، الروح الرياضيه، العلاقه اللي بتجمع ما بين اللاعبين، خلينا نقول ان هي مباراه في اطار ال 90 دقيقه في اطار الروح الرياضيه، لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. ايضا يا محمد عايز اقربك شويه من فريق الاسماعيلي وتحضير الكابتن ايهاب جلال لنادي الاسماعيلي سريعا. بالمناسبه مجلس اداره النادي الاسماعيلي بيرصد مكافئات ضخمه للاعب لدي النادي الاسماعيلي النهارده لتحقيق نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي. كابتن ايهاب جلال اتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه وان هي مباراه صعبه جدا واستغلال ضغط المباراه للنادي الاهلي. يعني اقدر اقول لك من التمرين الاخير التشكيل المتوقع لنادي الاسماعيلي في هذا اللقاء هيكون محمد فوزي في حراسه المرمى، قدامه مروان صحراوي وبير محمد الاثنين قلبي دفاع، في اليمين عبد الله جمعه، في الشمال مصطفى الزناري، في منتصف الملعب اربعه محمد صادق ومحمد عادل واحمد مدبولي محمد عبد السميع، اثنين في مركز رأس الحربة شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف. تمام، زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من الأسكندرية ومقر إقامة فريق النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا قبل مواجهة الإسماعيلي بلحظات قليلة، وكل التوفيق يا رب لفريق النادي الأهلي.